الوداع جاءت مع والديها للعمرة، وأثناء الطواف حول الكعبة انتقض وضوءها واستمرت في الطواف بدون طهارة وأكملت العمرة وتحللت. ما حكم ذلك أنها علما بأنها لم تبلغ إلا منذ فترة قصيرة وقد كانت تجهل الأحكام ولا تعلم أن الطهارة واجبة في الطواف ولا زالت في مكة؟ هذه ما أدت في عمرة، طوافها وسعيها وتقصيرها ما له قيمة، ما أدت العمرة وهي باقية على إحرامها، فعليها أن تأتي إلى البيت وتطوف طواف العمرة تسعى بين الصفا والمروة تقصر من رأسها لأن العمرة باقية عليها، ولو كانت صغيرة فقيل إذا أحرم وجب عليه أن يؤدي النسك صغير كان أو كبير.